اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. استاذ محمد القوس، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. استاذ خالد الاتريب، ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن سليم؟ تشرف ومنور ونورك وكل سنه طيب وكل جماهير النادي الاهلي وكل مصر طيب. ما قلناش صح، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيب. كل سنه وانتم طيبين. طيب طيب. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك يا كابتن؟ كويس؟ وحشنا والله. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ محمد ابو علي، ازيك ابو علي؟ حبيبي يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه ومصر كلها بخير. كل سنه وانتم طيبين. هبدا معاكم على طول لانه الحقيقه الموضوع انا بالنسبه لي خدته في اتجاهين. اتجاه ان تكون مثل هذه التصريحات ما هي الا حرب استراتيجيه بيعملها كارلوس كيروش بالنسبه للتصريحات اللي قالها ان هو ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، او مش ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، مش ان هو مؤهل، او يعني العقد بتاعه بيقول ان هو فقط كاس العالم. لا كابتن، هي من وجهه نظري مش حرب استراتيجيه بقدر ما هي يعني ان هو بيحاول يخلع نفسه ويخلع المسؤوليات اللي عليه ويبرئ نفسه من اي فشل قد يتحقق مستقبلا، قد يكون متوقعا وقد لا يكون، قد لا تحقق شيء وقد تحقق. لكن الكلام اللي بيقوله مدرب قبل كاس الامم الافريقيه وقبل ما تبدا بايام قليله ان انا مش رايح انافس عليها، فده كلام مش مظبوط خالص. ازاي مصر ما تنافسش على كاس الامم الافريقيه بحجه ان ده مش مكتوب في العقد؟ يعني يعني هل مطلوب مننا ان احنا نقول نكتب في العقد انك لازم تفوز؟ طبيعي جدا ان مصر لما تشارك في كاس الامم الافريقيه وهي البلد صاحب الرقم القياسي في كاس الامم الافريقيه، 7 ألقاب دايما بنبقى مرشحين للقب تحت اي ظرف من الظروف مهما كانت وضعيه مصر طول عمرنا. مصر مرشحه للمنافسه على اللقب حتى لو طلعنا من الدور الاول، يعني في 98 كابتن الجوهري كان رايح من هنا وكان احنا كان لا عندنا بس كان هناك اتفاق ما بينه وما بين اللاعبين. يعني لما تسأل الفتره انا كنت يعني كنت موجود على الاقل في الجزء الاول من الفتره دي، لكن حققت الهدف المطلوب. دايما مصر كلها طموحها ودايما طموحنا ان احنا ننافس على الاقل نوصل سيمي فاينل ونوصل للادوار النهائيه، ده وضع حقيقي بتاع مصر. لكن مصر اللي تطلع من الدور الاول ولا تطلع من الدور الثمانيه، يعني ده مهم جدا بالنسبه لنا ان يتحقق. انا شايف ان كروش اخطا بهذا الكلام وصدر لنا احباط مبكر، واعتقد ده ممكن ينعكس على اللعيبه اللي هتلعب واللعيبه اللي موجوده معاه. يعني انا ما اعتقدش ان مدرب ممكن يقول في الاعلام حاجه ويخش يقول للعيبه حاجه ثانيه. لا لا يعني. كابتن جوهري عمل كده يعني 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 يقول ما لكوش دعوه بالكلام اللي انا بقوله ده بره خالص يعني يعني في كابتن جوهري كان الله يرحمه بس كان عنده فكره او استراتيجيه. ما انا بقول يمكن يكون مثل هذا الكلام. هل من الممكن يا خالد ان هو اللاعبين يتاثروا سلبيا بمثل هذا الكلام لو ما كانش هناك اتفاق مثلا، او ان هو ايه يا جماعه انا بس بقول حاجه عشان تبقى ظهركم محمي مثلا شويه؟ ما اعرفش. هو بعيدا عن اي اتفاق، انما الفكره فكره ان كيروش حتى انا وجهه نظري فيه من ساعه ما جيه. اول ما جه وبدا يتكلم، لا ده مش عارف جاي فين، ده مش عارف جاي يضرب مين. ده او ما حدش قال له، او من طريقه اداره التفاوض من الناس اللي كانت قاعده معاه عرف او فكر ان احنا اتحاد صغير او دوله في الكوره او منتخب في الكوره صغير، حتى لو التاريخ ما بيقولش ده. يعني لو كان دخل على جوجل وكتب ايجيبت بس في يعني ايجيبت تيم كان هيعرف، يعني انه لا يجهل الاهتمام والشغف بتاع الناس يا استاذ محمد. لا، لانه كل تصريحاته بتدل على ان احنا منتخب حلمه انه يوصل كاس عالم، اكبر امانيه انه يوصل كاس عالم. كل تصريحاته على التويتر دايما بيتكلم على كاس العالم. مش معلش، هو سؤال، هو في منتخب في العالم مش حلمه ان هو يوصل كاس العالم بس حلمه بس من اول ان هو من اول ما هو افضل منتخب في هو التاريخ؟ هو بيتكلم على ان هو ده الهدف. هو ما بيتكلمش على ان منتخب مصر لما بيدخل دوره وديه احنا مطالبين ان احنا نلعب على الدوره الوديه، وده يبرره ان هو اصر عليه في عقده، وعقده فعلا مكتوب فيه كده، مكتوب فيه كده واعلن عن ده من شهر فات. زمايلنا الصحفيين اتكلموا في الموضوع ده وكشفوا الموضوع ده وقالوا ان، وعلى فكره الكارثه الاكبر ان ده ما كانش معلن للناس، يعني ده كان مستخبي على الناس. ده ما ينفعش يتم اعلانه يا كابتن خالد. اللي هو ايه؟ اللي هو ان يعني يعلن شرط انك انت جاي عشان تروح كاس العالم بس. طب ما هو ده كاس الامم الافريقيه اللي الاهلي اهم عنه. هو اعلن النهارده. ايوه ما بقول اعلن، دي جريمه يا جماعه. ما هو ده اللي بتكلم فيه. دي جريمه لابد ان يحاسب عليها اتحاد الكوره. ما هو ده اللي عمل العقد يا استاذ محمد. ما هو ده اللي بتكلم فيه. المفروض المهندس احمد مجاهد يطلع يرد. نسمع بعض بس يا جماعه بعد اذنكم، نسمع بعض. ده اللي بتكلم فيه. هو المهندس احمد مجاهد هيرد على ايه؟ هيرد على حاجه حقيقيه حاصله في العقد موجوده. دي وجهه نظري يعني موجوده. لما اكون رئيس منظومه يعني ما بتشوف مثلا بيحصل اي حاجه في النادي الاهلي، الناس بتتكلم على المجلس، يا جماعه في كذا، دايما الكلام بيروح للمجلس.
لما الاقي رئيس الاتحاد قاعد النهارده بيسمع الكلام ده وما يردش او ما يطلعش حتى ينفي الكلام ده ويقول ان لا مش ده الاتفاق، يبقى حقيقي. الراجل بيلبسك في الحيط. طب ده حقيقي يا جماعه، الراجل طالع بيقول لك كذا. على فكره انا وانا بتكلم ما كملش وجهه نظري في الموضوع. انت قلت كروش. انت بتقول كروش والراجل ده ما سالش عن مصر. لا، هو كروش كان صادق جدا في كلامه، دي وجهه نظري. ولو شفت كلامه النهارده واسلوبه، هو راجل بيتكلم منتهى المصداقيه ومنتهى الصراحه. انا يا جماعه جاي العب على كاس عالم، مش جاي العب على امم افريقيا. وده الديل اللي تم بيني وبين مسؤولي. انا قصدي مش مشكله الراجل، هنا دور اللجنه المسؤوله. او ده اللي اتعاقدت مع الراجل، ده اللي قلت ان الراجل شايف ان الناس اللي قاعده معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم ماسكينها. شايف الناس اللي اتعاقدت معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم عاملينها. شايف الناس اللي قاعده معاه وانت بتتكلمني في الحساب. طب ما تيجي مين حاسب المهندس احمد مجاهد وهو لما بيقول لنا ليس كل ما يعرف يقال حتى الان، لحد دلوقتي مش عارفين ليس كل يعني ما يعرف يقال ازاي. يعني انا كنت مستني تخلصوا الكلام عشان نخلص يعني الموضوع. هو مين بيحاسب احمد مجاهد؟ انه الله ينور عليك، مين بيحاسب احمد مجاهد؟ هو لا، هو مين اللي هيحاسب على حاجه مهمه جدا يا عبد الحكيم؟ الكابتن احمد مجاهد نادي الاهلي او طلع مع هاني كابتن هاني حتحوت واتكلم معاه ان هو كل ما المنتخب يلعب بلعبته والاهلي يلعب بلعبته والكلام ده كله مظبوط. مظبوط. طيب كابتن احمد مجاهد قال هذا الكلام، وبناء عليه النادي الاهلي قدم شكر للاتحاد كره القدم ممثلا في الكابتن احمد مجاهد، وابلغ الجهاز الفني انه كل اللاعبين هيكونوا معاه خلال كاس العالم للانديه. وايه اللي حصل لغايه دلوقتي؟ زي ما خالد بيقول، ولا في اي حاجه تخص هذا الامر. اللي حصل ان المهندس احمد مجاهد كان موجود وقتها، فنفس خلي بالك ده نفس الفكره. بس انا ليه وجهه نظر مختلفه في الموضوع. هنرجع ليها بس نفس الفكره. انا وجهه نظر مختلف في الموضوع ده، بس خلينا نتكلم في موضوع المهندس احمد مجاهد. كان موجود في كاس العرب في الدوحه وقتها، هو بطبقا لانه ملاصق او ملازم او صديق او لابن المدلل للمهندس هاني بوريدا، كان في سيناريو معمول ان بطوله كاس الامم تؤجل. فبناء عليه هو طلع مش عايز يتكلم في الكلام اللي بيدور وهم قاعدين هناك مع رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. جت السيناريو اللي عمله النجم الكاميروني صامويل ايتو والبطوله ما تاجلتش. فهو المقوله اللي قالها ليس كل ما يعرف يقال، كان بيقصد الموضوع ده، ان في سيناريو بيعد في المكتب التنفيذي ان يتم اتخاذ قرار في ال 54 صوت ان يتم تاجيل البطوله. اتفاجئوا ان في حوالي 48 صوت من ال 54 رفضوا، ويعني اتفقوا على ان ما ينفعش قاره افريقيا تعمل بهذا الشكل. طبعا كان من ضمن المجموعه اللي كانوا في الاتجاه الثاني المهندس هاني بوريدا. فده اللي كان يقصده احمد مجاهد. فيما يخص الموضوع اللي اتكلم عليه الاستاذ خالد، بص يا كابتن اسلام، مفيش مدرب بيجي موسيماني لما جه انت ما قلتلوش انا عايز الدوري، انت اتفقت معاه ان احنا عندنا بطوله افريقيا غايبه عننا من 7 سنين، فانا عايز بطوله افريقيا، بس مش معنى كده انا مش عايز اخد الدوري. نفس الموضوع اللي حصل مع كارلوس كروش، انا يهمني اروح كاس العالم للمره الثانيه على التوالي، بس مش معنى كده ان انا اقفل بطوله افريقيا. لا بس الاهلي ما حطش شرط في عقد موسيماني انه بيقول له ضروره هدفي وجاي عشان احصل على كاس الامم الافريقي. الشرط ده بيوفر نوع من انواع الاستقرار يا استاذ وصل للمدرب، بس الشرط برضه موجود في الاتحاد. وعلى فكره مش معنى كلامي ان احمد مجاهد كان صح او المهندس احمد مجاهد كان صح في الكلام ده، لا طبعا. انا بقول لك ان الكلام ده غلط، والمفروض المهندس احمد مجاهد يطلع يرد عليه يقول له احنا جماهير مصريه، احنا 1 2 3 4، يطلع يرد عليه لو ما كانش اعلام يجيبه يجتمع بيه يقول له الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش تكرره مره واثنين وثلاث. ما ينفعش ازاي وهو ماضي بيه عليه على العقد يا حكيم؟ ما هو بص، عارف الخلاصه يا استاذ حكيم او استاذ خالد يا كابتن بعد اذنكم، يعني مش اي حد يعرف يدير. بالظبط، مش اي حد ممكن يعمل جدول مسابقات او عارف لوائح يعرف يدير منصب مهم زي منصب اتحاد الكوره. دي وجهه نظري، وبلاش كبيره زي لا، بس انا شايف ان اتحاد الكوره بقى له فتره كبيره في حاله من التخبط. اتحاد الكوره بيستني كلام او حاجات بتجيله من بره. المعلومه اللي عندي يعني ما اعرفش كلام الصحه حكيم، هو عنده اكيد مصادره، انا مصادري ان المعلومه جت ان بطوله كاس العالم هي اللي هيتم تاجيلها 4 ايام، وبالتالي الفرق اللي عندها افارقه في بطوله المنتخبات، عندها افارقه في بطوله افريقيا هتخلص، واللعيبه عندها مساحه من الوقت. ليه؟ مونتيري المكسيكي عنده، منتخب المكسيك عنده 3 ماتشات في تصفيات كاس العالم. عنده كوستاريكا، وعنده مش عارف بوليفيا بتهيألي، وعنده بنما. ماتش بنما يوم 2 فبراير، وانت عارف فرق التوقيت بين امريكا واسيا وفرق ساعات بيولوجيه، فرق كبير. فيوم هيلعبوا يوم 2 هيوصلوا الامارات يوم 4، وعندهم ماتش مع الاهلي يوم 5.
فالناس دي برضو عندها مشكله. منتخب الامارات نفسه عنده ماتش مع ايران في تصفيات يوم 1 فبراير. يوم 1 فبراير بس وقتها لا وقتها كان الكلام كله على المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي. لا لا لا. انا عندي معلومه واتقالت للناس في قطر ان كاس العالم في التوقيت ده كلام كان على افريقيا ما كانش على افريقيا. اسمع في قطر واللي عمل الازمه دي كلها وعرفتها حتى من مصدر كان يعني كان موجود معانا في قناه الاهلي هنا ودخلنا نتركوا عليه والراجل تاني يوم كان معانا عبر سكايب. الراجل قال ان لا ظروف تشيلسي بتقول لنا مين لا لا مكان معانا اتفضل الايه مدير رياض دخل معانا سكايب في السادسه الراجل وكان تشينو باين ولا بالظبط وقال ان تشيلسي ما عندوش فليكسبيليتي ما عندوش مرونه ان هو ممكن ياجل كاس العالم. ما فيش وقت لو اجلت انت عندك ارتباطات بعديها وعندك بطوله دوري انجليزي وقصه فالموضوع هيبقى صعب في التاجيل. اللي وقف قصه التاجيل لحد دلوقتي تشيلسي الانجليزي هو الفريق الاقوى. تشيلسي الانجليزي اول ماتش عنده 22 ايه يوم 22 فبراير دوري ابطال اوروبا اول ماتش ليه. ما عندوش مشكله خالص على فكره تشيلسي في موضوع التاجيل. الازمه كلها ان الفيفا كان بيصدر المشكله عشان تاجيل بطوله امم افريقيا. ده خلاص طيب انت بتقول امم افريقيا خلي بالك دي وجهه نظر مقنعه. اول ماتش لتشيلسي يوم 22 بطوله امم افريقيا هذا انا عارف هتتلعب. طب ليه الاتحاد الدولي دلوقتي ما اجلش بطوله كاس العالم يومين او ثلاثه؟ الكلام كان جاي للناس حتى وصل لبعض مسؤول النادي الاهلي ان في كلام هنحاول مع الراجل او في كلام او في توجه ان بطوله كاس العالم نفسها تتاخر او تتاجل اربع ايام. اللي عايز اقوله ان احنا ممكن نستغل حاجه مهمه قوي دلوقتي. انا ليه ما يبقاش في كوميونيكيشن مع مسؤولي مونتيري او في اتصالات مع مسؤولي مونتيري وفي اتصالات مع مسؤول الجزيره وابتدي اقول يا جماعه بالظبط انا الظرف دلوقتي او احنا الثلاث فرق عندنا مشكله وارتباطات. ما انا بقول لك يعني خلص طبعا ليه خلص عشان التذاكر اتطبعت التذاكر وليد بعد كده دلوقتي لو حد على الموقع لو انت اجلت الماتش اي حد حجز تيكت يرفع قضيه على الفيفا لان انا بعد حجز التذكره بحجز فيزا بحجز تيكت طيران بحجز اقامه في ابو ظبي الموضوع يعني. لا طبعا كل الناس حجزت الموضوع ده يا كابتن خلاص الموضوع ده يعني قصه ترحيل البطوله ده الموضوع ده النهارده من ظهر يوم 2 يناير بدات عمليه بيع التذاكر بكثافه ناس كتير عرفت بشكل كبير جدا طبعا في الامور خلاص يا جماعه الامور منتهيه على فكره ان احنا نناقش ان حد يتكلم او حد ينسق او حد يقول خلاص هذا الكلام منتهي ولا يعني لن يستطيع احد لن يستطيع احد ان يغير من الواقع يا كابتن اتلام شيء الامور ده دلوقتي الامور ماشيه ازاي اتفضل انت ونصيبك بقى يعني وهذا ما لا نتمناه اللي هو لو منتخب خرج لو منتخب مالي خرج لو منتخب مصر خرج هل انا وانا بوجه كلامي للمهندس احمد مجاهد هل ده كلام يصح؟ ما بقول لك انت هل ده كلام يصح؟ بتوصل بتوصلنا للمرحله دي على فكره احمد مجاهد يقول لنا ايه اللي كان عارفه مش عايز يقوله لا غير كده يعني لا هو بقى يقول لكن هي بس القصه في الاخر دلوقتي صح خلاص التذاكر اتطبعت والحاجات خلصت كل حاجه خلصت ازاي منتخبنا ان شاء الله هيوصل احنا نتمنى ناخد الكاس البطوله مصر اولا في كل الاحوال مصر اولا بالظبط كده ولكن على ده يا جماعه ومحدش يتراجع في هذا الامر استاذ محمد مصر يعني في ناس بيقول لك ايه ان شاء الله غير كده بس قماشه مصر اوسع من النادي الاهلي يعني ما تيجي بس انت تبص عليه زي عمرو السليه طب والله الاهلي برضه مصر لا لا يا لا يا ابو علي ما ينفعش منتخب يلعب من غير لعيبه الاهلي انا مش لعيبه الاهلي انا بكلمك في مثال عمرو السليه عنده مزق في السمان التقرير بتاعه بيقول هيغيب من 3 ل 4 اسابيع وعنده بعد كده فتره ممكن حسب يعني قابليه عضله الرجل او السمانه للبرنامج التاهيلي او البرنامج الخاص باعلامه وين يلحق الماتش وان لو لعب ده ممكن ما يلحقش اصلا الدوري المجموعات يا كابتن لا 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 الماتش الثالث هيكون موجود انا كلمت مع دكتور النادي الاهلي لا لا الماتش الثالث هيكون موجود انا كلمت مع دكتور النادي الاهلي واتكلمت معاه قال الراجل عنده مزق في عضله السمانه بياخد من 3 ل 4 اسابيع الخوف لو عمرو لعب وهو لم يكتمل شفائه او لسه العضله ما تمش تاهيلها بشكل وده كويس وده حصل قبل كده كتير في المنتخب وبيعملوها مع لعيبه حصلت مع حبيب فتحي وحصلت مع لعيبه كتير بيعملوه ان هم بيدفعوا الموضوع هيتفاقم بدل من 3 ل 4 اسابيع هيتفاقم ان ممكن يخش في شهرين واكتر والاهلي هيفقد اللاعب فتره اكبر يعني بدل ما انت كنت كان في امكانيه انك تاخد عمرو معاك انت اللي هتخسر الاثنين يعني بالظبط فانت قماشه المنتخب وعمرو سليمان قماشه المنتخب فيها لعيبه كبير يعني انت عبد الله السعيد طريقه لعب الراجل اللي بيلعب بيها دي عبد الله السعيد البديل الاستراتيجي لعمرو السليه او عمرو سهيل في مكان عمرو لا 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 بيلعبش بلاي ميكر بعد اذنك بعد اذنك لا 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 هقول لك على حاجه طب اقول لك معلومه يا ابو علي لا ابو علي ايه علاقته بعمرو السليه يا كابتن كيروش عنده قناعه كامله بعمرو السليه لا تتزعزع انا هو واحد من افضل اللعيبه واحد من افضل اللعيبه الموجوده في الحته دي وهو شايف ان مفيش بديل لعمرو السليه عشان مستحيل يسيب عمرو السليه حتى لو يفقد الماتش الاولاني والثاني هو مصر عليه انا بتكلم في حاله يعني عمرو السليه دلوقتي مصاب
مصاب على يوم 15 هيكون خف ان شاء الله. يا جماعه بس في طب بتتكلم في ممكن اقول بس وجهه نظر، هو مش عارف يعني، ممكن انت مش عارف يعني مش عارف توصل لك يا استاذ. هو عمرو السوليه اخر ماتش لعبه كان امتى؟ كان قبل ماتش السوبر الافريقي يعني. انت بتتكلم ماتش بطوله عربيه. هل من المعقول يا جماعه وكابتن اسلام راجل يعني يوم خبره 18 طبعا يعني بطوله عربيه يوم 18 الفاينل كان 3 يوم 18 ده اخر ماتش لعبه يعني ادي 12 يوم و15 يوم 27 يوم من المنطقي في الاصابه بتاعت اللاعب اعتقد لا غايب. لا ده هو اتصاب قبل ماتش اكمل بس بعدها بثلاث ايام اكمل بس اكمل بس 25 يوم ثانيه على اسوسي يعني. هل من المنطقي كلاعب كوره بقى لاعب كوره غايب شهر كامل مش عن المباريات ده عن التدريبات الجماعيه اخده ينزل على طول على الملعب؟ ده اللي انا بقول فيه. هل ده طبيعي؟ طبيعي ان ياخد تلت ساعه. هل طبيعي انك منتظر منه؟ طبيعي ان هو ده يحصل. لكن الماتش الاولاني دايما الاداء والدور اللي انت منتظر منه ازاي؟ ممكن الماتش الاولاني لكن الثاني والثالث هينزل لتحت. ممكن يحصل له حاجه لا قدر الله. طبيعي. طبيعي. ازمه كبيره. انت تخيل خصوصا ترتيب الماتشات غير مدروس. القرار غير مدروس. ترتيب الماتشات تظلم منتخب مصر جامد على فكره. طبعا انت تلعب نيجيريا اول ماتش ثم غينيا بيساوي ثم السودان. لو اتعكست كنت اقول لك كنت ممكن الامور تمشي كويس. يدخل تدريجي في الامور. يدخل تدريجي في الماتش. انما حسابات كيروش كده انه هيجيب عمرو السوليه من الدار النار. بتلعب دلوقتي المفروض اي فريق راس ماله بقى عشان تمسك ملعب دفاع وهجوم ديفندرات، وتفتكر ساعتها مستر مانويل كان اي ديفندر يلاقيه في اي حته يظهر يجيبه على طول. فانت دلوقتي عندك السوليه، حمدي فتحي، ديانج، الثلاثه مش معاك. البديل الاستراتيجي بتاعهم اللي بتقول انت بتوظفه ناحيه اليمين عشان هو اوريدي ديفندر، بس انت عندك مشكله وراجل معجب بيه يمين، اكرم توفيق اللي ممكن برضه مش موجود معاك. فلما تيجي تبص نص ملعبك المهاجم الاساسي بتاعك محمد شريف، الحارس احسن يعني افضل حارس في افريقيا الشناوي، ايمن اشرف يعني عندك الفرقه مشكله كبيره طبعا هتواجهنا، ومشكله مش هينه. ويعني كنت اتوقع ان يبقى في تصرف قوي من اتحاد الكوره، خاصه النادي ده بيمثل مصر. الاهلي في البطوله دي ما بيلعبش في دوره رمضان، ده الاهلي بيلعب في بطوله عالميه. لما هيبدا الماتش هيتعزم مع فريق خسران منه قبل كده 5 وخسران منه قبل كده. لا بغض النظر خالد، لازم تضيف اعتبارك. لا 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 ازاي دي كره قدم؟ اصل انت بتلعب مع بطل امريكا. ايوه ما انت خسران منه قبل كده، بنع بيت انت بتلعب. أيوة مع فرقه ما انت لازم تروح له وانت كامل. بص انا بتكلم فيها يا كابتن اسلام، انا بمثل مصر، منتخب مصر بيمثل مصر، والاهلي بيمثل مصر. الاهلي مش عايز لعيبته عشان كاس مصر او على بطوله دوري نقدر نقول يا جماعه دي بيننا وبين بعض. لا انت بتمثل مصر في محفل عالمي، السلام الوطني بتاعك هيتعزف قبل المباراه. العالم كله لما بيتكلم بيتكلم الاهلي بطل مصر، ما بيتكلمش زي ما حصل في افريقيا الاهلي بيكسب افريقيا. العالم كله بيتكلم عن شوف الناس هتخش معاك هنا بتتكلم على الاهلي ازاي وعظمته ازاي، فريق ياخد 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض وياخد 2 سوبر ورا بعض وياخد ثالث عالم. فده في كله دعايه ليك كويسه جدا، اسم النادي الاهلي نفسه. طب انت عايز ايه؟ اللي عايز اقوله ان انت هنا بتمثل مصر. لما تيجي تقول لحد انا عايز لعيبتي موجوده معايا ايه طيب بعدين ايه المطلوب؟ ثم ان انت محتاج لعيبتك. الناس تقول لك ايه منتخب مصر يا استاذ محمد اسمعني، انت بتقول منتخب مصر، طب ما الاهلي بيلعب باسم مصر. هنا كان يحصل توازن البالانس هنا ان انا ممكن اسيب مجرد مناقشه الفكره دي ما تنفعش على فكره. انت عملت المنتخب زي الفيفا والكاف يا استاذ محمد. المنتخب المنتخب عايز نسمع بعض يا جماعه لو سمحت. بص بص انا يا استاذ حكيم بتكلم نسمع بعض مناقشه الموضوع ده مجرد معلومه ما ينفعش. لا انا شايف المنتخب اولا قبل اي شيء وقبل اي حاجه. ايوه ده حتى النادي الاهلي نفسه ساعات يقول لك الكلام ده يا جماعه. ما ينفعش وزير. طب اسمعنا يا استاذ حكيم. طب اسمع انا اوصل لك وجهه نظري وانت قول لي صح ولا غلط. انا بتكلم ان قماشه منتخب مصر كبيره يعني كبير. بتاخد يعني محترفين. بتاخد محترفين اللي بعده اللي بعده ايه؟ بتاخد لعيبه من كل الانديه. الاهلي مرتبط بقائمه معينه. بعده ما هو الراجل ابو علي فهمني انت عايز توصل لايه بقى؟ اللي انا عايز اوصله لك اللي انا عايز اوصله لك انت عندك اختيارات كتيره جدا. أوكي. لازم يبقى في قاعده يا جماعه انا مثلا عايز منكم 7-8 لعيبه. طب احنا عشان خاطر انت هتمثل مصر في بطوله وانا بمثل مصر في بطوله، انا همثل في افريقيا هتمثل بطوله عالميه. ماشي الراجل خلاص اختار قائمه يا جماعه. ده اللي بقول المفروض كان اللي كان خلاص. لكن ان انت تبص لنفسك او تبص ان انت عايز اللعيبه دي كلها معايا. طب يا جماعه وتلاقي واحد يكلمك يقول لا مصر يا جماعه. طب الاهلي بيمثل مصر، المنتخب على راسنا محدش يقدر يتكلم. بس ما هو الاهلي بيمثل مصر. لا يمكن وضع مقارنه الحقيقه خالص في هذا الامر وجهه نظري يعني. ده طبعا يا كابتن مصر في اولا في اي شيء بعد كده مصر نتكلم. انا ما قلتش حاجه خلي بالك على راي الاستاذ عبد الحكيم سوري ان لو سالت اي مسؤول من اول الكابتن خطيب لغايه اصغر مسؤول في النادي هيقول لك مصر. مصر الاول بعد كده نشوف. لكن في النهايه في اختلاف على كده؟ لا طبعا مفيش اختلاف. بس انا بتكلم في النهايه هو الراجل بيتكلم على الراجل بيتكلم يا استاذ محمد على ان هل من الممكن ان يحدث توازن او كان من بالزبط. الممكن ان يحدث توازن في حاله واحده بس 3-4 خلاص عندك بدائل اقوياء موجودين خلاص وصلت. أنا, انا انا من وجهه نظري ان ده صعب جدا وكده احنا يعني بناخد من قوه منتخب مصر لما تاخد اي لاعب معلش بعد كلامك لعيبه النادي. طب انت كنت هتقنع لاعب انت كحضرتك كابتن اسلام
لا ما تسالنيش انا. لا ما انت كنت كابتن اي حد. هل ممكن انت ينفع تقنع لاعب تقول له ما تروحش كاس امم؟ مستحيل. لا طب وانا بقول النهارده سمعته المدرب المساعد ليورجن كلوب قال ايه بعد المباراه؟ كلم كلام في منتهى الروعه. من عشان كده قارنت الكلام ده ما بينه وما بين كلام كارلوس كيروش. يعني اتكلم قال لك بعد المباراه كل التوفيق لمحمد صلاح والماني ابتداء من بكره هيكونوا موجودين في مع منتخبات بلادهم ونتمنى لهم كل التوفيق وحاجه محترمه جدا ان هم او حاجه كبيره جدا ان هم يلعبوا باسماء بلادهم خصوصا ان هم كباتن كبار وناس كبيره جدا واساطير كبيره جدا في افريقيا فلازم يكونوا موجودين لازم يكونوا موجودين. يعني خد بالك يا كابتن ال 35 يوم او ال 30 يوم اللي هيغيبهم الاثنين دول عن ليفربول هيكون السيتي حسم الموضوع خالص. صح ده اذا يعني للنص قوه ليفربول شئنا ما بين ثلاث ارباع صلاح وماني 16 هدف واعتقد 7 او 6 فانت بتتكلم عن اثنين من اقوى وبرغم كده الناس بره بتبص لك ازاي؟ بتبص ان لا قادروا يروحوا كبات المنتخبات بتاعتهم لازم يكونوا طبعًا موجودين وبتاع والكلام ده. لا هو كان الحل من البدايه ان يكون هناك زي ما بقول لك كده. يعني انا النهارده جاي اقول لكم يا جماعه احنا بكره عندنا برنامج الساعه 11 وعندنا برنامج تاني الساعه 11 ونص والاثنين في نفس الاستوديو والاثنين على الهواء والاثنين على نفس القناه والاثنين على نفس القناه مش هتعملها ازاي؟ اه والله هتعملها ازاي؟ وبعدين اسم الشاشه نصين كل واحد بيتكلم في حاجه مش هينفع. ما هو ده ما هو ده مش هينفع. ده اللي انا بقوله مش هينفع. لازم يبقى هناك راي واضح واتجاه واضح ان احنا ناجل دي او ناجل نرجع هنا بقى للنقطه كابتن اسلام اللي قالها الاستاذ خالد. من يحاسب المهندس احمد مجاهد والمهندس انا بوريده على الموقف اللي احنا وصلنا له؟ طب بقول لك على سؤال اهم زيه برضه يعني من يحاسب المهندس احمد مجاهد؟ وانا بقول حقيقه ولو عملت استبيان على السوشيال ميديا في كل حته هقول لك ان اداره احمد مجاهد خلال الوقت اللي فات واداره اللجان المؤقته خلال الوقت اللي فات افقدت جزء كبير من المشجعين الاهتمام بمنتخب مصر. انا عارف بقول ايه وده غلط. تمام وده غلط هقول لك. ولازم اقول للناس ودايما بقول للناس ده منتخب مصر مش منتخب اتحاد الكوره. طيب عايز تجاوب على السؤال ده؟ السؤال اللي هو مين يحاسب بعد خلينا نطلع فاصل معلش عشان ضروري نطلع فاصل وبعد الفاصل من يحاسب اتحاد كره القدم ورئيسه استاذ احمد مجاهد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد حضرتك كنت عايز تجاوب على السؤال اللي قاله الاستاذ خالد من سيحاسب اتحاد كره القدم والاستاذ احمد مجاهد على كل ما حدث خلال الفتره السابقه. وخليني اتكلم عن النادي الاهلي لما تكلم الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه الدوليه للاتحاد المصري لكره القدم وقال انه كان او ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه وان منتخبنا الوطني هيلعب بكامل نجومه. من يحاسب اتحاد الكره؟ اولا هو مش اتحاد كره هو لجنه ثلاثيه بتدير اتحاد الكره لفتره مؤقته وتدعو الانتخابات زي ما احنا شايفين الاجراءات اللي ماشيه. خلي بالك اصبحت ثنائيه في الفتره الاخيره اصبحت ثنائيه واحاديه في معظم الاحوال يعني. نعم هذه اللجنه مين اللي يملك سلطان عليها؟ اللي معين اللجنه. مين اللي معين اللجنه؟ فيفا. فيفا. اذا مشكله النادي الاهلي مع الفيفا هل تنتظر من اللجنه اللي معينها الفيفا واللي بتقبض من الفيفا واللي كل انتماء للفيفا بدرجه كبيره جدا هي اللي تدافع عن النادي الاهلي وتتصدى للفيفا حتى لو بشكل اعتراضي؟ ما اعتقدش ان ده يحصل. لكن في حاجات من اللي ممكن تتحاسب عليها هنا في مصر شعبيا ومن الجهات المسؤوله اللي هي وزاره الرياضه او اللجنه الاولمبيه اللي هي العقود اللي بتتعامل مع المدربين زي العقد اللي معمول مع كيروش والشروط اللي محطوطه في العقد لازم العقد ده يجي ويتناقش لان ده مش امر سري ولا امر يخص اتحاد الكوره ولا امر يخص مصر كلها. فده المفروض دي الجهات اللي المفروض تحاسب اتحاد الكوره. فلابد من محاسبته على هذه الاشياء. لكن حكايه ان هو موقف الاهلي هو يتبنى موقف الاهلي هو قال تصريح او ضرب تصريح وهذا التصريح في الهواء ولغايه دلوقتي ثبت فشله ولا وجود له الا شيء في خيال المهندس احمد مجاهد وشيء نتمنى الا يحدث يعني في كاس الامم الافريقيه اللي هو ان هو الخروج ان هو يتمنى ان ممكن ان هو بيتوقع خروج منتخب مصر. ده تفكير غريب جدا. يتوقع خروج من منتخب مصر وبالتالي منتخب تونس ومنتخب مالها برضه هتخرجهم. ما هو ملوش دعوه دي قضيه ثانيه يعني. هو يتوقع الخروج وبالتالي الاهلي المنتخب لعب بكل اللعيبه والاهلي يلعب بكل اللعيبه. ملهاش دلوقتي والواقع بيؤكد ان ملهاش اي تفسير اخر غير هذا التفسير. وبالتالي فمطلوب المحاسبه على هذا الكلام، مطلوب المحاسبه على العقود، مطلوب المحاسبة على عدم القيام بالدور تجاه النادي الأهلي والوقوف بصف والمطالبة مبكرا ومحاولة منع هذا التداخل. ده وكابتن اسلام برضه في حاجة مهمة فيما يخص المهندس احمد مجاهد. هل في حد في مصر قارن بين ما انت طبعا لازم يكون عندك الشخصيات المصرية اللي هي في مناصب دولية، انت بتقدم ايه لمصر؟ بتستفيد من مصر؟ انت عندك الدكتور حسن مصطفى وعندك المهندس هاني أبو ريدة. انت قدمت ايه وانت قدمت؟ شوف الدكتور حسن مصطفى
كام كاس عالم للشباب وللكبير اتلعب في مصر، المهندس هاني برده عمل ايه؟ حتى في المواقف الصغيره، حتى في المواقف الصغيره ما تلاقيش موجود. يعني بيقدم، تيجي تقول له دلوقتي في موقف هو انت مش عارف تجيبه، مش عارف تقول له طب نعمل ايه؟ طب انت عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني حضرتك هنا وحضرتك هنا، قول لنا يعني حضرتك قول للنادي الاهلي، ولا انت مش النادي الاهلي ده مش تبعك. تعال مثلا الدكتور حسن مصطفى، اي مشكله في كره اليد المصريه تلاقيه موجود. وهو دور ان انت، ما انت كده كجهات وكرياضه مصريه بتدعم ليه الشخصيات عشان تكون في المناصب الدوليه. عشان في الازمات اللي زي كده عارف ده هيكون مردود عليه بايه؟ ده هيكون مردود عليه بايه؟ بس انا ممكن ارد على الله ينور كمل. هيكون مردود عليه بان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، انما ده مجرد عضو تنفيذي في الاتحاد الدولي. لا ما هو مش اكمل يا جماعه، مش قراره، مش هيمشي على الناس كلها. خليه بس يقول وجهه نظره. وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي. وانا ما طالبتش منك اكمل، ما انا هقول لك بس أكمل. وانا ما طالبتش منك عشان تقعد مكتب تنفيذي انك تجيب لي كاس العالم. بالظبط. انا قلت لك ايه؟ انك الناس تقف معايا. الناس تحس ان الحقيقه هو الطلب، الطلب عادل. الناس تحس انك ما انا بتكلم على كده، اقف معايا في موقف عادل. الطلب عادل بمعنى ان انا اللي حطيت الوقت اللي بتنتهي فيه نهايه كاس الامم الافريقيه يوم 6، وانا اللي حطيت الوقت اللي يبدا فيه كاس العالم للانديه يوم 3. انت عارف اللي يعني ما سمعناش المشترك في يعني ما سمعناش اللي زعل خالد ان الناس يا كابتن بتزايد على وطنيه النادي الاهلي، وناس بتكلمك في حاجات. انا اتذكر دلوقتي واحنا بنتكلم الاهلي خسر 2 دوري في 84 و88 عشان لا خلي بالك تعلق لا خلي بالك الاهلي بوطنيته. لا لا طبعا ده طبيعي على وجود لعيبته في المنتخب، ده دوره طبيعي. لكن في النهايه انا قصدي اقول لك ايه، ان المواضيع دي كلها، كل اللي بيحصل ده سيبك من الكلام ده، هو ليه من الاول، ليه من الاول الموضوع ده لم يحل. انا بس هي دي النقطه اللي مخلياني زي ما انت قلت، هي انا رميتها لك في ملعبك للكاف. طب كاف سوري الفيفا للكاف، انا رميت لك الموضوع في ملعبك. يعني ايه؟ شوف بقى هتعمل ايه. اعتقد بهذا الشكل يعني. طب سؤال يا كابتن، كل الناس بتقول لك مسؤول الاهلي يتصرف، طب خلي حد يجي يكون مكان مسؤول الاهلي، هتعمل ايه؟ مسؤول الاهلي هيعمل ايه يا جماعه؟ ما هو ما دي المشكله اللي محدش بيسال نفس السؤال ده. أنا إيه؟ هتعمل ايه؟ انت حضرتك المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري اللي معين من الفيفا، وانت الوحيد اللي بتتواصل مع الكاف، وانت اللي بتقعد جنب انفانتينيو وبتقعد مع الراجل موتسيب جنبهم وتتصور والرجاله بتوعك ينزلوا الصوره. المهندس هاني ابو ريده موجود مع الاثنين، وانا كنادي اهلي المفروض اعمل ايه؟ انا عشان اخاطب الاتحاد القاري والاتحاد الدولي لازم ابعت لحضرتك ده تبقى للترتيب عشان حضرتك توصل لهم. فحتى انا ما ينفعش ان انا اخاطبهم بشكل مباشر. فاذا مسؤول الاهلي انا مش فاهم بصراحه، الناس حطاهم في خانه الله يكون في عونهم. بالظبط كده، والله الله يكون في عونهم، وهم دلوقتي في معضله غير عاديه. انت دلوقتي ما بين نارين، طبعا المنتخب ده كلام غير مقبول ومحدش يناقشه اصلا، محدش يناقشه اساسا، مجرد النقاش هو ما تناقش في ده كده. انت لما بتهزر المهم يعني كده. فدلوقتي مش عارف يعني، هم بصراحه هم طبعا مستنين برضو امل ان البطوله تترحل 3 ايام بس. هو الموضوع انا امل ايه؟ مفيش امل خلاص. ما انا بقول لك كل الناس احسن خلاص يا جماعه، تذاكر على الويب سايت وناس ابتدت تحجزها. شباب لو الاعداد يجيبوا لنا حاجه شكل التذكره حتى او بتاع نبص عليها على الشاشه عشان نتاكد. لا 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 هو على الويب سايت بس، لسه التيكت ما بترسل. لا مش على لسه، هتاخد 48 ساعه عشان يستلم التذاكر. في جزئيه مهمه كنت عايز اتكلم فيها في حته مين يحاسب المهندس احمد مجاهد. اتفضل. هنا لحد دلوقتي احنا بندفع فكره ان احنا مش عارفين نحط الامور في نصابها الطبيعي او مسمياتها الحقيقيه. بمعنى انك لو رحت خلاص احنا خدنا معتقد او الناس من كتر ما في الاصوات الجاهله، وانا اقصد الكلمه يعني متصدره المشهد، بتصور للناس انك لو رحت اشتكيت للفيفا يبقى انت كده راجل مش وطني، يبقى انت كده راجل بتستعدى الفيفا المزايدة على وطنية الاهلي، بتستعدى الفيفا على اتحاد بلدك. انت رايح تشتكي للفيفا ليه وتشتكي مين؟ انت بتشتكي المفروض يعني تشتكي واحد معين من الفيفا، فطبيعي ان اروح اشتكي للفيفا مش اشتكي لمين؟ ما هو اكيد بعد ما اشتكي لربنا اكيد في حد، في مسؤول هشتكي ليه، هسال اللي عينه. يعني انت هتقول للفيفا طب احنا ممكن نسال سؤال تاني، هو حد سال الراجل اللي استقال من اتحاد الكوره استقال ليه؟ هل حد حقق معاه جابه من هنا حتى في مصر؟ هو حد سال الفلوس بتاعه اتحاد الكوره بتاع تنظيم امم افريقيا 2019 بس التلفزيون ما جاتش مصر لحد دلوقتي ليه؟ الاستجوابات اللي حصلت في مجلس النواب. انا خلينا بس في الوقت القريب، اللجان كتير قريب الراجل اللي استقال من اللجنه الثلاثيه
مش كان المفروض يقدم تقريره يا عم خالد؟ الخلاصه في القصه كل اللي انت بتقوله ده على الاقل ايه خبرات الناس دي الاداريه اللي هي تاهلها لمرقص اتحاد محام كره القدم المصري؟ طب وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مثلا يعني؟ بص يعني انا جالي دلوقتي التذكره ماشي كنت ابص عليها وقت الارب امارات. طيب حطوها لنا على الشاشه. الساعه يوم ثيرزداي يوم الخميس ده اعتقد ابو ظبي محمد بن زايد ستاديوم ماتش ملعب الجزيرة يوم خمس اللي هيتلعب عليه اول الاهلي مونتير. لا ده ماتش ده يوم 3 فبراير ده ماتش الجزيره ده خلاص اتحط على حطوا لنا يا شباب الاهلي ماتشه 5 مش كده؟ لا ماتشه 5 هيلعب في ملعب الثاني الوحده ملعب الوحده لا مكتوب فوق من 3 مكتوب فوق من 3 ل 12 فبراير في ابو ظبي. ده ميعاد البطوله الفيفا كلاب وورلد كاب يو اي 2021 ده اسم الايفنت او اسم اللي هيعمله الاتحاد الدولي في الامارات يوم 3 فبراير هيطلع الساعه 8:30 في ابو ظبي محمد بن زايد ستاديوم ماتش الجزيره و اللي هو البديل بتاع اوكلاند سيتي والفريق بتاع اوكلاند اللي هو بطل تهيتي بعد كده بقى بقيت وبالتالي خلاص اصبح الامر امر واقع. هيلعب اول ماتش في ملعب الوحده مع يوم المونتيري. يعني انت دلوقتي لو دخلت على الصفحه الرسميه للفيفا هتلاقي الكلام ده موجود الصبح عليها يعني احنا بنحاول بس علشان كل الجمهور يعرف الموقف خلال الفتره القادمه ايه اللي هيحصل فيه. عموما هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل لما تبدا او لما تجهز. بس حطوها لنا برده على الشاشه علشان نتكلم فيها. انا اتمنى من مجلس اداره اتحاد الكوره ايه اللي هيجي ايا كان. كان ده كان سؤال ايا كان ايا كان يحط نقطه من اول صوت. مفيش حاجه اسمها ما حاسبش القديم. مفيش حاجه اسمها اقفل الباب القديم. اتمنى يبقى في نقط. الكوارث اللي حصلت في خسارة مش في موضوع الاهلي بس ولا في الحكام بس, في موضوع المنتخبات والفار وكل حاجه وكل حاجه ولجنه الحكام هيحاسب مين؟ ده طبيعي جدا. طبيعي جدا هيحاسب مين؟ هم منه فيه يعني هم منهم فيه طبيعي جدا هيحصل ده في اتحاد الكره الجديد اللي جاي, لان اللي جاي ده اتحاد مشكل من رئيس ونائب لازم يحاسبوا اللجنه ومجموعه من الاعضاء موجودين. لكن اللي كانت اللجنه اللي موجوده دي كانت اداره فرديه وحيده ورأي واحد. يحاسبوا المجموعه اللي موجوده الاستاذ اللي موجود دلوقتي. محدش يقدر يحاسبهم ليه؟ مش حاجه. دول لجنه معانا لو في مخالفات ماليه. لو في مخالفات ماليه ده حاجه ثانيه. لو في مخالفات ماليه حولها للجهات القضائيه زي ما كان. بس هل سيكون الاتحاد المصري القادم له المنتخب اللي هو يوم 5 يناير ان شاء الله هل سيكون له دور؟ اسمع من حضراتكم. له دور مع الاهلي ولا الدور انتهى؟ لا الدور انتهى كابتن. خلاص هتكون اتلعب. لا هو هيجي والاهلي بدا البطوله. لا كنا مش اتلعب يوم 3 5 يناير. ايوه 5 يناير جاي. 5 2 لا المباراه 5 لا الماتشات 5 2 لا مش هيكون ليه ده 5 5 ده 5 معلش ده 5 مش كده تمام بيتلخبط الواحد فيها. هيكون ليه دور؟ لا مش هيكون ليه دور خالص. اهم حاجه الخمسه دي بالذات على الاطلاق يعني. طبعا بص يا كابتن مش هيكون ليه اي دور الاتحاد اللي هيجي برئاسه الكابتن جمال علام او الاستاذ محمد ابراهيم. او الاستاذ محمد ابراهيم براحتكم. لكن في كل الاحوال لن يكون له دور باي شكل من الاشكال في النادي الاهلي فيما هو قادم. فقط هو هينتظر يتابع المشهد من الخارج. لانه خلاص هيكون الامور انتهت. اعتقد هيكون برضه في اتصالات. هو طبعا الموضوع انتهى بس اعتقد هيكون في اتصال مثلا لو مع اي حد هينجح بحيث ان هو هيروح يسافر يبقى رئيس البعثه سواء جمال علامة. بتعرف مين رئيس البعثة؟ جمال علامة ومحمد ابراهيم. يعني طب ما احمد مجاهد كان حاطط اسمه رئيس. لا احمد بس عشان بس برضه انا اخترت مش معنى لا استنى بس مش معنى ان احنا ضده في قرارات. لا هو مسافر بصفته الافريقيه في لجنه اللي هو موجود ليه صفه في البطوله. كده كده مسافر يعني. هو كده كده مسافر عشان بس انا ابقى صراحه يعني. لكن هو كان حاطط اسمه فعلا وتشال لكن هو كده كده مسافر لصفته التنظيميه في البطوله. بس قيل ان في 290 مسؤول او ده بس عشان واحنا بنتكلم مش موجود فيهم. طيب بس ده واحنا بنتكلم ده فيفا ده موعد ده موقع حجز التيكت بتاعه كاس العالم للانديه من الفيفا. فهو كل حاجه واضحه اهي وباينه البطوله من فوق بس دي مش عارف باينه هنا ولا لا. باينه من 3 ل 12 لكن اول ماتش مكتوب يوم 3 الساعه 8:30 بتوقيت ابو ظبي والدنيا خلاص اتجهت خلاص هو في هذا الامر الدنيا خلصانه بالظبط كده. هل من الممكن ان يكون هناك في اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي ومونتيري؟ اتجاه لتأجيل المباراة فقط. أقول لك المباراة فقط يعني
يومين ولا حاجه، لان مونتيري برضو نفس الكلام هيرجع يوم. يعني فكره تاجيل المباريات برضو، تاجيل المباراه بس او ست لعيبه، الست اهم من بعض، الست دوليين مع منتخب. لا لا انا عايز بس ارد على نقطه، لو حصل اتصالات وجهه نظر، لو حصل وضغط ان عندنا ظروف واللعيبه دي عندها ظروف حتى عشان البطوله تنجح يبقى فيها اللعيبه الدوليه، انا شايف ان وارد جدا ممكن الماتش يتاجل يوم او حاجه. هو يمكن الحاجه الجيده اللي اتعملت، انا بقول كده ان من الممكن ان يتم، انا ما اعرفش طبعا دي مش معلومه عشان بس ومين اللي هيوصل صوتك؟ المهندس هاني ابو رضا برضو مش موجود، دور عليه لو حد عرف يوصل المهندس ابو رضا، هاني ابو رضا في الايام دي اللي انت عايز تقوله يا كابتن اسلام، مش حدش عارف يوصل المهندس هاني ابو رضا لقدام 15 يوم تاني لقدام. الصحفيين اللي هتسافر مع المنتخب واللي هيكونوا موجودين، لو حد فيهم عرف يوصل المهندس ابو رضا بيقول لي. يمكن الحاجه الوحيده اللي اتاح لك فرصه اللي يعمل الكلام ده، الحاجه الوحيده اللي اتاح لك فرصه القيد قبل المباراه ب 48 ساعه انك انت هتظل لغايه يوم 3 فبراير تقدر تسجل كل لعيبتك او اللعيبه المتاحه بالنسبه لك او اللعيبه اللي هتبقى موجوده، فده اعتقد ان ده شيء ايجابي. يعني هم بكره هيبعتوا 33 اسم قائمه مبدئيه تقريبا، 3 او 35 يعني 33 هو انت ليك حد ال 35 بس الاهلي هيبعت 33 بكره تمام، ويوم 3 يناير وهتصفيهم يوم 3 فبراير ل 28 اسم قبل الماتش، 28 اسم بعد القائمه النهائيه، 23 اساسيين و5 احتياط عشان موضوع كورونا. هم هيطبقوا نفس الموضوع دي عشان الازمه بتاعت نفس الموضوع اللي حصل في دوره الالعاب بتاعت طوكيو، انك انت قبل كل ماتش ب 48 ساعه بتسجل ال 23 لاعب من ال 28. طيب اعتقد احنا اتكلمنا كتير في هذا الامر، خلينا ننتقل الى كاس الرابطه بكره ان شاء الله، قرعه كاس الرابطه يا استاذ محمد، اعتقد فوائدها جيده والنادي الاهلي هيكون اكثر المستفيدين لو لعب بالطريقه او بالناس اللي مش هتكون موجوده في المنتخب. فوائدها رائعه، فوائدها ممتازه، ومن الافكار اللي اتاخرت كثيرا ان هي تبقى موجوده في مثل هذه المناسبات. كنا دايما في كاس الامم الافريقيه الفرق بتبقى موجوده وتدريباتها قليله، تلعب ماتشات وديه، لكن انت كانك هتلعب بطوله رسميه مهمه جدا. دي بالنسبه للنادي الاهلي ولكل الانديه فرصه، طبعا النادي الاهلي تحديدا، النادي الاهلي عدد كبير جدا موجود من لعيبته بره، او نادي الزمالك او نادي بيراميدز الموجود، ان فرصه تدي البدلاء اللي موجودين عندك فرصه كبيره جدا ان يلعبوا. يعني تيجي تعالى في النادي الاهلي، احمد عبد القادر هياخد فرصه كامله ويلعب بشكل كويس جدا، عمار حمدي هيلعب، فؤاد وحسام حسن، كل المجموعه اللي موجوده بره على الدكه، كابتن وليد سليمان ممكن يرجع في البطوله دي، عدد كبير جدا، علي لطفي هيلعب عدد كبير جدا من المباريات، اعتقد هيرفعه. ففوائد هذه الدوره هتكون هايله ومميزه، واعتقد ان هي واحده من ابرز وافضل الافكار اللي قدمتها رابطه الانديه المحترفه، بنحييهم عليها، واتمنى ان هي تتم بشكل جيد، يكون فيها تحكيم جيد، يكون فيها فار برضه عشان الناس تاخد حقوقها، يكون فيها الجمهور برضه يتواجد فيها زي ما هو متواجد، حتى لو بنسب زي ما هو ال 2000 اللي موجودين. اعتقد ان كل دي فوائد هتعود على الفرق بشكل كبير جدا. فيوتشر ابتدت ادوات التشجيع تخش للجمهور، ابتدت جماهير عملت زي حاجه كده جميله بالشماسي وبتاع، يعني في تسهيلات للجمهور، العدد زاد، في التزام، يعني طول ما في التزام تلاقي الاعداد بسم الله ما شاء الله بتزيد. وده البطوله دي يا كابتن على فكره داخلها رعاه كتير جدا وجوازها الماليه كبيره جدا، يعني دي برضو حاجات تحفيزيه للفرق طبعا، فدي حاجه انا شايفها مفيده للكره المصريه. استاذ محمد بص عديت كذا لعيب ونسيت محمود كهربا، يعني انا بس عندي طلب، عندي طلب مهم يعني بجد، يعني انا نفسي مفيش اي قرار. احنا عندنا فتره الانتقالات الشتويه بتبدا خلاص، بدات لحد 31 يناير. نصيحه من ناقد رياضي، يعني اتمنى الا يتم التسرع في اعاره او رحيل اي لاعب من النادي الاهلي الا مع اقتراب نهايه فتره الانتقالات الشتويه، لان الوقت اللي احنا فيه ده في كاس رابطه في اربع او خمس. الحزمه ما تبقاش كاس خالد، انت برضو يا جدعان اكمل، انا ما بكلمش ولا وجهه نظري خالص النهارده، اكمل بس اكمل اتفضل. انا عارف ان في بعض القرارات ممكن تكون ناس او في عروض وفي انديه ممكن تكون بتستعجلك، انت في الاول وفي الاخر انت صاحب القرار. من الممكن ومن الوارد جدا ان لاعب يكون خارج الاهتمامات في كاس الرابطه ده يتالق، وانت حصل مع رامي ربيعه على فكره، رامي ربيعه كان قريب جدا، اللي بنبارك له على فكره الفرح النهارده. ده في صوره حلوه قوي لو معاكم الصوره دي يا شباب حطوها لنا. رامي ربيعه كان خلاص خارج من النادي الاهلي في الانتقالات اللي فاتت، كان قريب من المقاولين، قفل باب الانتقالات بعدها شارك رامي ربيعه مع النادي الاهلي. انما الفكره كلها اللي انا اقصده لو في امكانيه ان احنا بس نسيب
الفرصه لبعض اللعيبه تظهر، حتى لو على سبيل انك لو عايز تعلي من قيمتهم التسويقيه وان هم يشاركوا في كاس الرابطه، من الممكن جايز يعني، ده اقتراح مش راي. لا طبعا نائب احمد دياب عامل تصريحات دلوقتي بيزيد عن الكلام اللي احنا كنا قبل ما تكمل كلامك. بما اننا بنتكلم عن رامي ربيعه، الصوره دي رامي ربيعه ساب فرحه وقعد هو ياسر ابراهيم لعبوا بلاي ستيشن. ده البلاي ستيشن حياته. انتوا متخيلين رامي ما بيعملش حاجه؟ والله رامي ما بيعملش حاجه غير ده في الفرح. ساب الفرح بقى ولا ما تفهمش؟ ساب القاعه ولا ساب القاعه ولا خد اعصاب يحصد عليه؟ لا هو اصلا رامي على فكره رامي بلاي ستيشن تدريب وماتشات وبتاع وبلاي ستيشن وبلاي ستيشن. الحزبه بتبقى ازاي يا استاذ احمد؟ كمل لنا يا استاذ احمد. الحزبه بتبقى ازاي؟ الاستاذ احمد دياب عمل تصريحات دلوقتي. لا الحزبه بتاعت طب خليه يقول التصريحات العاجله. قال لك ان بياكد نفس الكلام اللي هو التخبط اللي احنا عايشين فيه من جانب المهندس احمد مجاهد. قال لك ان انا ما تمش اختياري اصلا من المهندس احمد من اتحاد الكوره لسه حالا دلوقتي ما تمش اختياري بطلب كيروش استمرار مباراه الدوري لحد يوم 30 بس. حتى لو ده جالي انا كنت هبعت جوابات لاتحادات شمال افريقيا واتحاد مالي وكل الاتحادات لا كل الاتحادات اللي لها لعيبه عندنا وراح ام افريقيا اقول لهم عايزين لعيبه كوره كذا. ما فيهوش برضه هاجي لازم ياجل برضه. بس هي القضيه بتقول بياكد لك نفس الكلام ان المهندس احمد مجاهد مخبي عامل مشكله ومن برضه ما اخطرش نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هو ما اتغيرش حاجه. الحزبه بتبقى ازاي في موضوع اللعيبه؟ ان في انديه بتطلب منك بترتب ورقها بيبقى عندها مثلا عبد الحكيم رقم واحد في الاختيارات انه عايزه اعاره، سين رقم اتنين، سين رقم ثلاثة. فانت عبد الحكيم بالنسبه له اللي هو في الاهلي حتى لو بديل لو ما بيشاركش لو ناشئ بيبقى هو اختيار اول على اساس ان انت جاي من فريق بيلعب على بطوله حتى لو في الناشئين فيبقى اختيار اول بالنسبه له. انا مش هقعد استناك انا مش هستناك يوم 26 عشان هو اخر مباراه الرابطه امتى؟ يوم 26 31 لا 26 بس اعتقد انك مش يعني اعتقد ان قرارك انت كقرارك كنادي مش نادي الاهلي. هنتكلم على ايه؟ نسمع بعض بس. قبل النهائي والنهائي بتاع كاس الرابطه هيتلعب في شهر 6 مش دلوقتي. هتلعب دلوقتي الدور التمهيدي اللي هو 3 مجموعات 5 ماتشات لكل فريق هيبقى 12 16 20 25 فكره. ان يعني انت كان ممكن تسيب ماتشين ثلاثه والله ما كانش لازم ان يسيب يعني. كان المفروض يخلص وهي قطعيه خلصت. انا ليه بدخل نفسي في ازمات ثانيه يعني؟ انا فريق لعب واخد الجايزه وخلص. انت بتلعب هي نفس فكره كاس مصر. انت بتلعب مجموعه من الماتشات ماشي لما هنرجع عندك سيمي فاينل وكده. هبقى ضغط شديد يا استاذ محمد. ماشي لما هنرجع بقى هنلعب عشان الاهلي. خد بالك هو هياخد اول مباراه عشان الاهلي. ثانيه واحده هي فتره الاجنده الدوليه شهر 6 هيلعب فيها كاس الرابطه. تمام ده المقصود. انا كنت اقصد ان تتضغط وتنتهي كلها في الفتره دي باي شكل من الاشكال. مش كانش هينفع برضه. طب وشهر 6 هعمل ايه؟ طب وشهر 6 اللي هو وقت ما تكون الاجنده الدوليه حتى لو ضغطتها لو لعبت كل 3 ايام هتلعب اقصى حاجه 3 ايام. 3 ايام كل فريق هيلعب 7 اللي هيوصل فاينل 7 ماتشات في 3 ب 21 يوم في 12 يبقى تنتهي يوم 2 فبراير. الاهلي لازم يسافر لو على الاجنده اللي موجوده دلوقتي عايز يسافر يوم 1. تمام. فكنت برضه في جميع الاحوال ما كنتش هتلحق. فهي لا وفي الاخر برضه ما انا خليني في شهر 6 اخد عادي في توقف اخر يعني توقف اخر في توقف تاني في شهر 6 برضه لو في عندي اختيارات اخرى ممكن ابص عليها. تسويق اعلى وشهر 6 هيبقى قبل نهايه الاهلي. الاهلي شغال كمان بمناسبه التسويق يعني شغال لكاس العالم للانديه بشكل تسويقي محترم جدا. يعني عندي معلومات ان الاهلي شغال على التيشيرت بتاعه كويس شغال على اللعيبه. فكره زي اللي حصل بالفيديو كونفرنس او السوشيال ميديا بتاعت الاهلي وبايرن ميونخ في البطوله اللي فاتت بيحاولوا يعملوها دلوقتي مع مسؤولي تشيلسي ولاعيبه تشيلسي الصفحه الرسميه للنادي الاهلي او القناه او الحاجات دي خاصه شغل تسويقي خاص زي حصل مع احد الرعاه في كاس السوبر بيفكروا فيه برضه دخل مبلغ مالي كويس للاهلي في كاس العالم للانديه. فالاهلي شغال تسويقيا دلوقتي للبطوله بشكل قوي جدا. انا كنت عايز اتكلم على كاس الرابطه في السؤال يعني انا شايف زي ما خالد قال ان التسرع في خروج اي حد من اللعيبه دلوقتي خاصه لو الامور مشيت بنفس النهج ده ورحت كاس العالم هتحتاج لكل لعيب موجود عندك في القائمه. دي مشكله ثانيه يا جماعه. يعني انا اخسر الله يكون في عون بصراحه. الله يكون في عون اداره الكره في النادي طبعا الله يكون في عونهم والله بجد. عندك كمان بكافه الطرق انت عندك في يعني انا ممكن اقعد لعيب فقط علشان يلعب معايا. وهيلعب فين؟ طبعا في كاس العالم للانديه. طب تعرف يا كابتن ان العبء الاكبر كمان بس النقطه دي خارج بعد اذنك في قرار المشاركه. اتفضل يا ابو علي. لا ده ما فيهاش جدال. لا اصل انا بقول لك الاهلي هيشارك ما فيهاش نقاش. لا طبعا بس خلينا نكمل. لا الناس انا عمري ما الوم مجلس الاداره ولا الفرقه على فرقه راحت تلعب من غير فريقك الاساسي. ده لو انا فكرت في كده او حد فكر كده الموضوع صعب جدا. لا خلينا بس نتكلم في فالاهلي بالنسبه له بطوله الرابطه بطوله مهمه
واتمنى ان يتم اعاده الحسابات في فكره خروج بعض اللعيبه او اعراض بعض اللعيبه او الكلام ده، لان البطوله دي ممكن تطلع لك نجوم كتيره تنفعك في دوري ابطال افريقيا الفتره الجايه، وبدائل كويسه لبعض اللعيبه اللي هتبقى غايبه عنك هتنفعك، ان انت اللعيبه هتاخد الثقه خاصه هتلعب ماتشات كتيره ومتتاليه، هترجع فورمه الماتشات ليها، لعيب زي عمار، لعيب زي محمد محمود، الاثنين دول بالذات هيفرقوا معاك في نص الملعب في ظل غياب الديفندرات بتاعتك كلها سواء السته او الثمانيه اللي بيلعبوا في نص الملعب. عندك كريم فؤاد، الله لا قدر علي معلول اي موقف بتاع كريم فؤاد بديل استراتيجي قوي جدا لعلي معلول، خاصه الراجل موظفه في الحته دي على طول هو محمود وحيد. نفس الامر محمد، عندك الاولاد اللي كانوا في التشيك يمكن خلاص استقروا موجودين هنا في مصر، لعيبه كويسه جدا وخدوا تجربه في اوروبا كويسه وعملوا نتائج كويسه، ممكن تستفيد منهم في البطوله دي ان انت تلاعبهم ويدوك مردود كويس تدخلهم مع الفريق حتى على امتداد الموسم بقى سواء في الدوري او افريقيا او الكلام ده. فاللي انا عايز اقوله البطوله مهمه، مش ان انت تكسبها، انا مش هطالب فريق ان هو يكسبها. الاهلي بيلعب على اي ماتش بيخشه بيلعبه ان هو عايز يكسب، وجمهوره بيبقى عايز يكسب اي بطوله، لكن انا التارجت بتاعي او الهدف بتاعي ان اشوف الفريق بتاعي او المجموعه اللي موجوده دي يطلع منها عناصر تخش مع الفريق الاول، ولعيبه ما كانتش بتلعب تبقى جاهزه للمشاركه بقى في المعترك اللي داخل عليه الاهلي الفتره اللي جايه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وهنشوف ايه اللي هيحصل. قدامنا لسه شهر تقريبا حتى بداية كأس العالم للأندية، وخلال هذا الشهر هيكون طبعا البداية يوم 9 يناير إن شاء الله بداية كأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة. عشان الحقيقة التصريحات اللي أنا سمعتها النهاردة مخلياني يعني بفكر كتير فيما هو قادم، لكن في النهاية كل الدعم وكل المساندة لكارلوس كيروش، لأنه الحقيقة مدرب له اسمه وله تاريخه، ان شاء الله ان شاء الله يقود منتخبنا الوطني للفوز بالامم الافريقيه والوصول الى كاس العالم للمره الثانيه على التوالي في قطر 2022. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا يا استاذ خالد، شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم، شكرا جزيلا يا ابو علي، اشكرك شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين الحلقه بتبدا في تمام الساعه 11 بعد نهايه برنامج ملك وكتابه، فان شاء الله هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 11. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.